السلام عليكم ورحمة الله. أبطال ميدل 1، يلا بينا نكمل لسون 2. لسون 2 كان بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم على البريودك تيبل أوف ذا إليمنت. هنفتكر كده مع بعض شوية معلومات عن البريودك تيبل. مبدئيا كده دي الصورة بتاعته قدامنا أهي، متقسم عبارة عن 18 جروب، والجروب دوت اللي هو الصف اللي بيبقى فيرتيكال، بطريقة فيرتيكال يعني من فوق لتحت. وعندنا 7 هوريزونتال بيريد، والهوريزونتال بيريد دي يعني بتكون صفوف بالعرض. وكمان عندنا 4 بلوكس اللي هم اسمهم اس بي دي اف. وعدد الاليمنتس اللي موجوده في البيريودك تيبل هو 118 اليمنت، وده عدد الاليمنت اللي تم اكتشافها لحد دلوقتي. طب الاليمنتس في البيريودك تيبل متوزعه على اساس ايه؟ نمبر 1 على اساس الاتوميك نمبر، ونمبر 2 the way of feeling energy sub level with electrons. الكلام ده كله احنا قلناه في اخر فيديو مع بعض. الاليمنتس بقى اللي موجوده في البريودك تيبل متقسمه according to the physical state لثلاث انواع. الفيزيكال ستيت دي هو ان احنا بنقسم العناصر بتاعتنا لسوليد او ليكويد او جاز، وكنت اخدت 3 كونسبتس دولت وانتو في جونيور 5. الحاجه السوليد هي الحاجه الصلبه اللي شكلها بيفضل ثابت، زي مثلا البنسل او البن او البنسل كيس، حاجات صلبه شكلها مش بيتغير. والليكويد هي السوائل زي الاويل الميلك الووتر، والجازز هي الجازز الهواء اللي حوالينا زي الهيدروجين الاكسجين الكربون دايوكسيد. طيب تعال كده بقى نطبق الكلام دوت جوه البريودك تيبل. السوليد هو most of elements، يعني معظم الاليمنتس اللي موجوده جوه البريودك تيبل هي حالتها سوليد، زي الليثيوم والصوديوم والكوبر. هتلاقوني جنب كل اليمنت انا كاتبه لكم السامبل بتاعه عشان تفتكروا، لان السامبلز دايما احنا عارفين ان احنا مطالبين بحفظها. والليكويدز احنا عندنا 2 اليمنت بس هما الليكويد. عندنا ليكويد ميتال اسمه ميركوري، وليكويد نون ميتال واسمه برومين. طيب كام جاز؟ احنا عندنا 11 اليمنت متقسمين لنوعين، اكتف يعني عناصر نشطه بتحب تتفاعل على طول، وانرت عناصر خامنه ما بتحبش تتفاعل بروطه كده. اكتف جازز زي مين؟ زي الهيدروجين، زي النيتروجين، الاكسجين، الفلورين والكلورين. والإنرت جازز زي الهيليوم والنيون والأرجون والكريبتون والزينون والرادون. الإنرت جازز هتلاقيهم متكررين معانا تاني في الشرح النهاردة، فهتلاقي السامبلز بتاعتهم موجودة جنب الشرح بتاعهم. الاس بلوك بقى احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت عنها كام معلومة، بس النهاردة بقى ايه هنزود الكمية شوية. الاس بلوك كنا متفقين ان هي في left side of the periodic table، و all the metals except hydrogen، كل العناصر اللي فيها metals ما عدا الهيدروجين لان الهيدروجين جاز. الاس بلوك دي متقسمة ل 2 groups، جروب اسمه 1A وجروب اسمه 2A اللي هما متلونين باللون الاحمر في الصورة. جروب 1A مشهور بالكلي metals، وجروب 2A مشهور بالكالاين ايرث ميتلز لان معظم العناصر بتاعته من طبقات الارض. طيب مين هما الاليمنتس الموجوده في جروب 1A؟ ودي حفظ: الليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، رابيديوم، سيزيوم، فرانسيوم. وهما ليه كل دول موجودين في جروب 1A؟ لان كل الاليمنتس دي لو احنا عملنا الكترونيك كونفيجوريشن، لو احنا عملنا توزيع الكتروني ليهم، هنلاقي ان اخر انرجي ليفل ما فيهوش غير 1 الكترون بس. طيب وجروب 2A اللي هما الكالاين ايرث ميتال، عندي بريليوم، ماجنيزيوم، كالسيوم، سترونشيوم، باريوم، رابيديوم، وبرضه هم علينا حفظ. وكل جروب السامبلز بتاعته موجودة جنبه عشان تراجعوهم وتحفظوهم كويس. الاليمنتس دي كلها موجودة في جروب 2A لان احنا برضو لو عملنا الكترونيك كونفيجوريشن هنلاقي ان الانرجي ليفل الاخير جواه 2 الكترونز. وعندنا البي بلوك اللي موجودة في الرايت سايد اوف ذا بريودك تيبل. كنا برضو قايلين ان الاليمنتس بتاعتها متقسمه لميتالز ونون ميتالز وميتالويدز وهالوجينز وانرت جاز، ومتقسمه هي نفسها ل 6 جروبس. طيب تعالوا كده ندرس بقى مع بعض. الميتالويدز
والهالوجينز والإنرت جاس. نبتدي بجروب 7A أو اسمه 17، يعني ينفع تسموه 7A وينفع تسموه 17. الجروب دوت مشهور باسم هالوجينز. كلمة هالوجين يعني salt formation، يعني العناصر دي لو اتفاعلت مع metals بتكون أملاح، بس ده مش موضوع. مين الإلمنتس اللي موجودة في جروب 7A؟ فلورين، كلورين، برومين، أيودين، أستاتين. تاني، وانتوا ممكن تحفظوها بالطريقة دي: فلورين، كلورين، برومين، أيودين، أستاتين. الإلمنتس دي موجودة في جروب 7A لأن آخر إنرجي ليفل في 7 إلكترونز، ودي بقى خدوها قاعدة إن أي إلمنت هنوزع الإلكترونز بتاعته ولقينا أخره رقم معين يبقى الرقم ده هو الرقم بتاع الجروب اللي هو موجود فيه. يعني لو كان أخره 1 يبقى هو جروب 1A، لو كان أخره 2 يبقى 2A، لو كان أخره 7 يبقى 7A. اتفقنا؟ اتفقنا. طب بما إننا في 7A، لو جيتوا تبصوا كده معايا هتلاقوا إن الفلورين والكلورين احنا كنا قايلين ان الاثنين دول موجودين في جازيز ستيت، والبرومين ده الاونلي ليكويد نون ميتال اللي موجود في الجدول كله، والايودين الايودين ده سوليد لان احنا ولا قلناه مع الليكويد ولا قلناه مع الجازيز يبقى هو سوليد. الاستاتين هو مش عليكم بس معلومه، يعني ان ده بيتحضر في المعمل artificially prepared in the lab. بعد كده هندخل على جروب 18 او اللي اسمه جروب 0. ما ينفعش نسميه جروب 8A، التسمية دي غلط، خلي بالكم. جروب 18 او اسمه جروب 0 وهو اخر جروب موجود في البريودك تيبل. الاليمنتس اللي جواه مشهورة باسم انرت جازز او نوبل جازز، اللي هي الجازز اللي مش بتتفاعل، اللي هما الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون والرادون، وكتبت لكم جنب كل اسم منهم السامبل بتاعه لان هو احنا مطالبين بحفظ. طيب جروب 18 ده لو احنا عملنا الكترونيك كونفيجوريشن لاي اليمنت من دول هنلاقي ان اخره 8 الكترونز زي ما احنا متفقين من شويه، ما عدا اليمنت اسمه هيليوم. هيليوم ده ما عندوش غير 2 الكترونز بس، فال2 الكترونز دولت بيتحطوا في اول انرجي ليفل اللي هو كي، اللي هو اصلا لو انتوا فاكرين كان بيتملى ب 2 الكترونز بس، فكده الانرجي ليفل بتاعه مليان على الاخر، فطالما هو مليان على الاخر فهيبقى تبع الانرت جازز لانه مش محتاج يتفاعل مع حد، هو مرتاح وستيبل ومستكفي بنفسه. الساينتست كانوا مقسمين الاليمنتس اللي موجوده في المودرن بيريودك تيبل لجروبس، فاحنا عندنا جروب كده اسمه ميتلز، وجروب اسمه نون ميتال، وجروب اسمه انرت جاز. طب احنا هنفرق منين كل نوع اليمنت؟ اول حاجه ان احنا لازم نعمل الكترونيك كونفيجوريشن، لازم نعمل التوزيع، وتاني خطوه بقى ان احنا بنبص على اخر انرجي ليفل، لو لقينا اخره 1 او 2 او 3 يبقى ده ميتال، ولو اخره 5 او 6 او 7 يبقى ده نون ميتال، ولو اخره 8 يبقى ده انرت جاز. بس الهيليوم ممكن يجي ويضحك علينا لان الهيليوم ما عندوش غير 2 الكترونز بس، فبيملى بيهم الكي انرجي ليفل اللي هو اصلا بيتملى ب 2، فكده كي مليان على الاخر، فبيبقى في حاله ستابيليتي مستقر مش محتاج يتفاعل مع حد، فبيبقى انرت. الهيليوم مش تبع الميتلز، الهيليوم اصلا انرت جاز، خلي بالكوا بقى لا يضحك عليكوا في الامتحان. بعد ما اتكلمنا على جروب 1 ايه، واتكلمنا على جروب 2 ايه، واتكلمنا على جروب 18 اللي هو الانرت جازز، وكمان على الهالوجينز، تعالوا بقى دلوقتي نتكلم على الميتالويدز. الميتالويدز دي مجموعه من الاليمنت سموها ميتالويدز لان عندها شويه صفات من الميتلز وشويه صفات من النون ميتلز. احنا علينا نحفظ اساميهم والسامبلز بتاعتهم والبيريود والجروب كمان. طب مين هما الإليمنتس الموجودين؟ عندنا 6 إليمنتس: بورون، سيليكون، جرمانيوم، أرسنك، أنتيموني، تلوريوم. اللي موجود في بيريود 2 هو البورون، واللي موجود في بيريود 3 تحتيه هو السيليكون، وعندنا 2 موجودين في بيريود 4 و2 موجودين في بيريود 5.
الجرمانيوم والأرسنك موجودين في بيريود 4، والأنتيموني والتليريوم موجودين في بيريود 5. طب تعالى نبص كده بقى في الجروبس، احنا عندنا البورون هو بس اللي في 3A، لكن 4A مشترك فيها السيليكون وكمان الجرمانيوم، الاثنين هيبقوا تحت بعض. و5A فيها برضو 2 elements، عندنا الأرسنك وعندنا الأنتيموني، و6A ما فيهاش غير التليريوم. واحنا بنسمي الجروبس بتلاقوني دايما بقول طريقتين، بقول مثلا 1A 1 2A اسمها برضو 2. بصوا يا جماعة احنا عندنا طريقتين للتسمية، في طريقة تراديشنال كده الطريقة التقليدية، وعندنا طريقة مودرن. مش انتوا يا جماعة بتحبوا تختصروا؟ اهو احنا اختصرنا لكم برضو، شلنا اللتر، يعني 1A اسمها 1 2A اسمها 2 3A اسمها 13. من اول نمبر 3 بنبتدي ان احنا نعمل بلس 10. ايش معنى؟ فاكرين الديب لوك؟ الديب لوك دي كانت بتتكون من 10 جروبس، فهي كانت موجودة في النص ما بين الاس بلوك والبي بلوك. فانا لما باجي انتقل من العناصر اللي موجودة في الاس بلوك واروح للبي بلوك، بنعمل الارقام بلس 10. 1 و 2 بيفضلوا زي ما هما لان الاس بلوك اصلا في اول الجدول، لكن البي بلوك بيبقى قبليها الدي بلوك او العناصر بتاعت الدي بلوك، عشان كده عملنا بلس 10. المشكلة بقى مش في كده، المشكلة ان انتوا كالعادة هتتلخبطوا في اخر جروب. اخر جروب ما اسمهوش 8A، اسمه جروب 0، والطريقة المودرن في التسمية ان هو جروب 18، لان اصلا البريودك تيبل فيه 18 جروب وهو اخر واحد. تمام، نخلي بالنا كويس قوي من طريقة التسمية دي. ايه اللي بيخلي العلماء لما جم يعملوا البريودك تيبل ان هم يحطوا عناصر معينة في جروب واحد؟ الاليمنت اللي بيبقى عندهم نفس البروبرتيز هي اللي كانت بتتحط في سيم جروب، في نفس الجروب. واللي بيخلي الاليمنتس دي عندها نفس الصفات هو ان اخر انرجي ليفل يكون فيه نفس عدد الالكترونز، يعني جروب 1A كلهم اخرهم 1 فكلهم عندهم نفس الصفات، جروب مثلا 4A كلهم اخرهم 4 فكلهم عندهم نفس الصفات. واللي قدامنا ده ينفع سؤال جيف ريزون، يعني انا ممكن اجي اقول لكم give reason all elements have same properties in same group because they have same number of electrons in the last energy level. زي ما الاكزامبل ده متوضح معانا كده، ان انا معايا صوديوم اتوميك نمبر ب 11 وليثيوم اتوميك نمبر ب 3. لما وزعت ال 11 281، وزعت ال 3 لقيتها 21، فالاثنين مشتركين ان هما اخرهم 1، يبقى هما الاثنين موجودين في جروب 1A. طب والبيريود؟ الاليمنتس الموجودين في نفس البيريود هما مشتركين في ان عندهم نفس النمبر اوف انرجي ليفلز، زي برضو ما الاكزامبل موضح معانا الكلورين 17، فلو وزعنا ال 17 هنلاقيها 287، يعني عندها 3 انرجي ليفلز. والالومنيوم 13 283 برضو عندها 3 انرجي ليفلز، زي ما انا حتى وضحت لكم هنا بالرسم، بس عن طريق ان انا ارسم الانرجي ليفل فتشوفوا مكان الالكترون وتشوفوا عدد الانرجي ليفلز. بما ان هما الاثنين بقى عندهم 3 انرجي ليفل، يعني هما الاثنين موجودين in period 3. دلوقتي بقى احنا قدامنا تيبل، وانا عايزاكم تحاولوا ان انتوا تكملوا تشوفوا كده الالكترونيك كونفيجوريشن بتاع كل اليمنت، وعن طريقه تقدروا تحددوا هو موجود في بيريود كام وموجود في جروب كام. انا هعمل معاكم مثلا اول واحده عشان اعرفكم الطريقه، وهسيبكم توقفوا الفيديو وتكملوا بقيه الجدول، وهتلاقوا الانسرز نازله لكم بعديها على طول. اول واحد عندي هو النيتروجين، النيتروجين الاتوميك نمبر بتاعه ب7، وهو ده الرقم اللي انا بوزعه. لو وزعنا ال7 هنلاقيها 25. طيب هو عنده كام انرجي ليفل؟ هو عنده 2، يبقى هو كده في بيريود 2. طب هو اخر رقم عنده كام؟ اخر رقم عنده 5، يبقى هو في جروب 5A او 15. وقفوا بقى الفيديو وحاولوا ان انتوا تكملوا بقيه الجدول، وبعد كده ارجعوا شغلوا الفيديو تاني، هتلاقوا الانسرز موجوده على طول. ممكن بقى في الامتحان يجيب لنا السؤال دوت بس مش تيبل، يجيبه لنا في صوره بروبلم، يعني مثلا يقول لي find atomic number of element lie in group 2A and period 3.
دلوقتي احنا استفدنا ايه لما قال لنا ان هو موجود في جروب 2A وبيريود 3؟ لما قال ان هو موجود في جروب 2A فانا عرفت ان اخر انرجي ليفل فيه 2 الكترون، ولما قال ان هو في بيريود 3 يعني الاليمنت ده عنده 3 انرجي ليفلز. طيب هرسم 3 انرجي ليفلز كده، يكون اخر واحد فيهم احط فيه 3 الكترونز، يبقى اكيد الاثنين اللي قبليه مليانين على الاخر. طب هو كي كان بيتملى بكام؟ كي كان بيتملى ب2. وايه اللي كان بيتملى بكام؟ اللي كان بيتملى ب8. يعني احنا كده الالكترونيك كونفيجوريشن اللي عندنا 282، لو عملنا لهم بلس هيدينا 12، يبقى الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت بتاعي 12. طيب نحل سؤال كمان عشان نثبت المعلومة أكتر. Find the atomic number of element lies in group 5A and period 2. استفدنا إيه لما قال period 2؟ يعني عندي 2 energy level، ولما قال group 5A يعني آخر energy level في 5 electrons. هنكتب كده 2 period وأحط في آخر period، اسف اخر انرجي ليفل هحطه 5، واللي قبليه طبعا مليان على الاخر ب2، واعمل 2 بلس 5 يديني 7. انا عارفه بقى ان انتوا شاطرين وفيكم ناس كتير اذكياء، فتعالوا نصعب الموضوع ده شويه. If element has atomic number 4 find the atomic number of element follow in same period and same group. يعني انا معايا element الاتوميك نمبر بتاعته ب4، عايزه بقى احسب الاتوميك نمبر للاليمنت اللي بعده، بس مره هتحسب لي الاليمنت اللي بعده في نفس البيريود، ومره تانية هتحسب الاليمنت اللي بعده في نفس الجروب. انا الاول بسال نفسي، هو اللي بعده في نفس الجروب هيكون تحتي ولا جنبيه؟ فاكيد هيكون تحتي، لان الجروب بيمشي او بيتنظم from up to down، يعني فوق لتحت. حلو قوي. ساعتها حضرتك هتعمل plus 8. اشمعنى 8؟ لان احنا عندنا الانرجي ليفل L والانرجي ليفل M بيتملوا ب 8، فاحنا هنعمل بلس 8. فلما ناخد الاتوميك نمبر بتاعنا 4 ونعمله بلس 8 يديني 12، يبقى الاليمنت اللي بعده في الجروب الاتوميك نمبر بتاعته ب 12. طيب واللي بعده في البيريد؟ اسال نفسي برضو، هو اللي بعده في البيريد ده يعني موجود فين؟ موجود جنبه. طب هو اللي موجود جنبه بيزيد عنه بكام؟ بيزيد عنه ب1. حلو جدا، يبقى ساعتها هنعمل بلس 1. فلما نعمل 4 بلس 1 ايكوال 5، يبقى الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت which follow in the same period ايكوال 5. كده احنا غطينا المسائل بتاعه الاتوميك نمبر والبيريود والجروب. ندخل على جزئيه جديده اسمها فالنس الكترونز. الفالنس الكترونز دي هي النمبر اوف الكترونز اللي موجوده في اللاست انرجي ليفل. بعد ما نعمل التوزيع بتاعنا، لو لقينا انرجي ليفل الاخير فيه 1 الكترون او 2 الكترون او 7 الكترون اسفه، فاحنا بنقول ان الفالنسي مونو فالنت، كلمه مونو يعني واحد. ولو لقينا اخره 2 او 6 فبنقول ان الفالنسي بتاعته داي فالنت. اشمعنى؟ ما هو كلمة 2 يعني 2، اللي اخره 6 ده فاضله كام ويوصل 8؟ فاضله 2، فيبقى برضو داي فالنت. طب ندخل على لو كان اخره 3 او 5، 3 يعني تراي، فهنا بنقول ان الفالنسي بتاعته تراي فالنت. طب لو كان اخره 5، ما هو ال 5 فاضله 3 عشان يوصل لل 8، فيبقوا تراي فالنت برضو. طب لو كان 4 يبقى تترا، عشان كلمة 4 يعني تترا، يبقى تترا فالنت. آخر حاجة إنه لو كان آخره 8 بالطريقة دي هو بالنسبة لنا مليان على الآخر، فما بيبقاش عنده فالنسي أصلا، تبقى الفالنسي بتاعته بزيرو. ومن هنا بقى دخلنا في جزء جديد كده اسمه لويس ستراكشر. لويس ستراكشر ده إحنا هنعمل توزيع برضو، بس آخر عدد إلكترونز في آخر إنرجي ليفل هنحطه حوالين السامبل بتاع الإليمنت بطريقة الدوتس، النقط كده زي ما أنا موضحها لكم في الصورة، بشرط إن إحنا نحط الأول كل دوت لوحدها في مكان. يعني هنحط على الشمال واحدة، على اليمين واحدة، من تحت واحدة، على من فوق واحدة،
وبعد ما تملى الاربع جوانب تبتدي تكمل بقيه الالكترونات، لكن ما ينفعش من الاول ان انتوا تحطوا كل اتنين جنب بعض. يعني مثلا بصوا كده معايا، انا عندي الكلورين 287، فانا عندي اخر انرجي ليفل فيه 7 الكترونز، فبنحط في كل جنب واحده، واحده فوق واحده تحت واحده على اليمين واحده على الشمال. كده اخدنا أربعة فاضل ثلاثة، فحطيت واحده فوق واحده على اليمين واحده على الشمال، فضلت الدوت اللي من تحت لوحدها. يبقى احنا كده عندنا كام unpaired الكترون، يعني كام الكترون قاعد لوحده، عندنا واحد بس، يبقى هو كده monovalent. طب تعالوا نبص على الالومنيوم 283، برضو 3 هنحط كل واحده فيهم في ناحيه، حطيت واحده فوق واحده على اليمين واحده على الشمال. طب كده انت عندك كام الكترون لوحده، كام unpaired الكترون؟ عندي 3، فطالما 3 يبقى trivalent. طب الارجون 18288، حطيت على كل ناحيه لوحدها، لقيت فضل معايا اربع الكترونات، رحت حطاهم برضو في الاربع نواحي، فكده بقى عندي 2 فوق و2 تحت و2 يمين و2 شمال. هل انا عندي اي الكترون لوحده؟ لا، يعني انا ما عنديش unpaired الكترون خالص، لا ما عنديش، يبقى كده الفالنسي بزيرو. طب تعالى نشوف الجيف ريزونز دي. The valency of inert gas is zero because the last energy level completely filled with electrons. يعني هو اخر energy level مليان بالالكترونات، فانا ما عنديش ولا الكترون لوحده، فعشان كده الفالنسي بزيرو. طب الفالنسي of sodium in group 1A is monovalent. ما هو في group 1A يعني اخر 1، يبقى هقوله because the last energy level contain 1 electron. The valency of aluminium 13 is trivalent. المرة دي هو ماليش هو في جروب كام، بس عطاني الاتوميك نمبر عشان استفيد منه واوزعه، فلو وزعته هلاقيها 283، يعني اخره 3، يبقى last energy level contain 3 electrons. طيب نشوف شوية بروبرتس كده او شوية صفات بيحصل لها ايه في البريودك تيبل لو احنا اتحركنا في الجروب. لما نيجي نتحرك في الجروب from up to down بنلاقي ان الاتوميك نمبر بيزيد. لما الاتوميك نمبر بيزيد الاتوميك radius will increase. الكلام دوت في جروب 1A وفي جروب 2A و3 في كل الجروبس. طب الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت، قال ده هيختلف بقى سواء انت بتتكلمي عن ميتلز ولا انت بتتكلمي على النون ميتلز. يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن جروب 1A اللي كله ميتلز، هنلاقي ان الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتقل كل ما بتنزل لتحت. لكن لو انتوا بتتكلموا عن جروب 7A اللي كله نون ميتلز، فهنلاقي ان الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتزيد كل ما بننزل لتحت. طب هو اصلا يعني ايه ميلتنج وبويلنج بوينت؟ كلمه بوينت هنا مقصود بيها درجه حراره، وميلتنج هي الانصهار، يعني درجة الحرارة اللي الاليمنت بتاعي بيحصل له انصهار فيها بيسيح، والبويلنج هي درجة الحرارة اللي بيحصل له غليان فيها. طب تعالى نطبق نفس الكلام على الكيميكال اكتيفيتي، يعني النشاط الكيميائي بتاع كل اليمنت، برضو هنلاقي ان الاتوميك نمبر طبيعي انه بيزيد واحنا في الجروب. لو احنا في جروب 1A هنلاقي ان الكيميكال اكتيفيتي بتزيد هي كمان from up to down، يعني وانت نازل لتحت هتلاقيها بتزيد معاك. طيب وانا في جروب 7A لا هتلاقي العكس بقى، هتلاقيها بتقل. ليه بتقل؟ انشط element عندي في البريودك تيبل كله هو السيزيوم، وفي جروب 1A هو برضو السيزيوم، واقل element عندي في النشاط هو الفلورين. يبقى the most active metal is cesium, the most active non-metal is fluorine. بس احنا ما فهمناش قوي حوار الميلتنج والبويلنج ده، فتعالوا اوضحه لكم كده بجيف ريزو. ليه النون ميتال محتاجه لو ميلتنج وبويلنج بوينت؟ ليه بتحتاج درجات حراره قليله عشان توصل لدرجه الميلتنج او البويلنج؟ لانه هو اصلا في درجه حراره الاوضه، يعني طبيعته اساسا جاز، فانا لما ضغطت عليه مثلا وحولته ليكويد وعايزه بقى ارجعه جاز تاني، فانا مش هحتاج درجه حراره عاليه لان هو طبيعته كده. لكن الميتال طبيعتها ان هي سوليد، والسوليد ده بيحتاج درجة حرارة عالية، عشان كده الميتلز محتاجة هاي ميلتنج اند بويلنج بوينت. وبكده نكون خلصنا مع بعض ليسون 2. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه لايك وشير اند سبسكرايب.